طيب ايه بقى الحكايه؟ والله بطاطسايه حلوه محمره بسن الدقيق. ايوه اهي يا فندم، حلو كلام. بسن الدقيق الطشه اللي هعملها، هعملها يعني ني في ني، بلاش احطها على النار. هجيب عندي بوله فيها فص ثوم مش كبير، هريسه بس صح ومظبوط تكون هريسه سبايسي، فانا هخليها سبايسي. يعني ايه هخليها سبايسي؟ انا بقول لكم دايما ده كل شويه فلفل رومي فلفل رومي. طيب ادي فلفل رومي، ادي واحده، ادي اتنين، وعليها هجيب عندي تاتش شطه اهي، خدت بالك؟ تمام لحد كده تمام. وعندي سن زيت زيتون، وعندي عصره ليمون شويه اهو، زيت زيتون وليمون وهريسه وتوم بقدونس كده، وابدا ادوب الحاجات دي الاول مع تاتش ملح لطيف، وادوب حاجتي قبل ما ميكس البطاطس بالحاجات دي كلها. اجيب عندي زي سكليبر او حاجه اقلب بيها، وانزل بكل الكلام الحلو ده كله، اكون مقرمش. سامع القرمشه؟ سامعها؟ لازم تكون مقرمشه كده. وراح مقلب الكلام ده كله كده، بطاطس حره بمنتهى البساطه، واجيب عندي طبق لطيف وانزل بيه على طول على الوش كده، حبه الجرجير الحلوين دول كده. وبكده اكون عملت طبق سلطه حلو مختلف بسيط، طعمه ان شاء الله يكون احلى من شكله بكتير.